هي طريقة البازين تحضيرها صعب شوية، ياخد يجي ساعتين وجهد وتبي بدأت الصايم عرفت بدأ يتعب فيه شوية، في رياض الناس لقيتها سهلة واتية، وبدأت الناس صار لها طلب ورغاب والناس بدأت تجي تشجع فينا، بدأت تاخذ اللي يخدم مرة اثنين عجباته فما ايه، فلهذا زادوا شجعونا حتى هم الناس عرفت هذا باش بدينا احنا نوتوا فيها تبي فترة، وبدأت صايم بتوتي كمية كبيرة صعب شوية، لكن يلقاها الناس سهلة يجي يلقاها وقت ياخذها قبل المغرب مليحة. هذه وجبة البنزين أخي الكريم، هذه أقبالها الشعب الليبي كله يحبها، مش غير في شهر رمضان بس، ندير فيها في مناسبات في الأفراح باي في اللي توا يدير لك في كسكسي، لكن الوجبة هذه عندنا أقبال لها مش حتى في شهر رمضان بس، في المناسبات في الأفراح توا احنا عندنا هني مرات نديروا في 200 وجبة ما نلحقوش. بالنسبة للأكلة هذه أكلة شعبية وأكلة لذيذة، يعني توارثناها عن أجدادنا، يعني كل الأسر الليبية ويعني كل الأسر تحب الأكلة هذه الشعبية. أنا بالنسبة لي أنا وأسرتي وأبنائي كنا نحب هالأكلة هذه وتوارثناها، لأن أكلة لذيذة فيها لذة يعني ورونق معين في أكلها، وخاصة لما تكون فيها شوية دهان وقرقوش ومعها فليفلة خضراء تمامه، يعني تنسى روحك وانت تاكل البازين.